مثل ما وعدناكم مشاهدينا ابتداء من هالاسبوع وكل نهار ثلاثة، شيف حسين رح بيكون موجود بعدد من المناطق اللبنانية، اكيد مش بنفس الوقت كل جمعة، رح بيكون بمنطقة لحتى تكونوا معه بنقل مباشر باطباقنا ضمن ورشة ملح، وهلا اليوم موجود قرب صخرة الروشة. صباح الخير شيف. صباح غادة، صباح لكل المشاهدين. اكيد ولك، يعطيك الف عافية. خلينا نخبر المشاهدين انه راح بتكون معنا ابتداء من الساعة 12 وربع تقريبا بنقل مباشر من منطقة الروشة. صح، انا هلا بلشت بالتحضيرات، نحن هيك رمضان كريم بالبداية غادة لإلك ولكل المشاهدين. بتعرفي خلال شهر رمضان راح يكون في عنا اربع طلعات. بالبداية بلشنا عن صخرة الروشة، ويعني بدكم تعذروني اليوم غادة ما راح اكون معك باستديو، بس لو انا برا محضر كمان اليوم خمس وصفات كتير طيبين. هيك بقول لك كل المشاهدين يحضروا القلم ويحضروا الورقه لحتى نخبرهم عن الوصفات. طبعا في عندي كبه البطاطا، في عندي ساندويش بجبنه البري، وصفه كتير طيبه، بقول لكم تابعونا عن جد، وصفات كتير طيبين. في عندي كمان حلو القشطه بالتمر، لكن في عندنا كمان لو نحن خارج استوديو بنمرق وصفة حلويات، وفي عندي سلطة البحر، نحن قريبين على البحر مثل ما عم بتشوفي غادة، فحبيت أنا أقدم سلطة البحر، وعندي كمان موس أوكراب، لكن هول خمس وصفات رح نحضرهم نحن لكل المشاهدين اليوم ولسفرتنا الرمضانية. مرسي لك شيف، فإذا يلي حابين يتابعوك أو حتى يكونوا قراب منك بيقدروا يتوجهوا محل ما أنتم موجودين على الروشة بمنطقة الروشة، إنما هلأ رح نرجع على الاستوديو. مرسي لك ونتابع فقراتنا مع محطتنا التالية كندا بأرض ورد. كندا صباح الخير. صباح الخير. شو يا ريت نحن هونيك كمان عن جد، حلو الطقس لانه برود هيئته، حلو الطقس. واللي بدي اقوله غدا هالسنه هالموسم، اذا شيء بما يتعلق بارض ورد، الحلو بهالسنه انه كان الموسم الربيع هو عن جد ربيع، يعني كان في ايام طقسها حلو بدون ما يكون شوب كثير، صحيح صار في كم نهار مشوبين، بس هذا هو الربيع بلبنان كمان، صار في شتي منيح. وهلا رح تشوفي اذا بتطلعي على الجبال بتلاقي الالوان يلي موجوده حلوه كثير، هذا شيء كثير منيح اول شيء لانه بركي بيحافظ على المي خلال فصل الصيف، بس حتى اذا بتشوفي الخضار وبتشوفي النباتات بتشوفي الجنينات رح تشوفي انه الوان الازهار رح تبقى ثابته اكثر، رح يكون في عندك بتعرفي في ايام بتحسي اللون لون، يعني بتقدري انه لانه شبع مي وما تعرض لشوب بعد ما في يعني اخذ وقته لحتى الزهره تعقد وتفتح وكل هيدا اخذت الوقت يلي هي بحاجه له، مش فتحت لانه شوبت الدنيا بين نهار والتاني. ف يا ريت كل سنه هيك عن جد كان يعني حلو. يلي كثير نقوا على الشتاء معلش انا مبسوطه لانه عن جد هالسنه رح نشوف موسم منيح بكل الاشياء ان شاء الله، وان شاء الله يكون موسم صيف حلو كمان. انا بلشت الصيفيه عندي، مشان هيك اليوم رح نحكي عن الكاكتوس. ما بعرف ليش بيتهيأ لي دائما كاكتوس يعني شوب يعني صيف بس كمان يعني شوب كثير دخيلك لا بس كمان دائما بتذكرني الكاكتوس ب حدا قال لي نهار انا جربت ازرع كل شيء عندي بالمكتب، جبت بامبو، جبت بونزاي، جبت كثير قصص اوركيدي ما مشي حالهم، حطيت كاكتوس صار لها هلا سنه كثير حلوه، لا بتتغير ولا بتكبر ولا بتصغر ولا بغير لونها ولا شيء، هيدي هي البلانت اللي لازم انها تكون عندي، فبعتقد انه كثار الاشخاص يلي هيك بفكروا وكثار الاشخاص يلي بيقولوا مشي حالي، ناجح معي انا نوع من البلانت يلي هي الكاكتوس يلي ما بدعيني، سرها الوحيد هي انه ما نكتر لها مي وما نحطها بمحل معتم، يعني بده يكون المكتب منور لحتى يمشي حالها. اكيد عم نحكي عن انواع يلي هي بنقدر انه نزرعها برا يلي بتقدر تتحمل انه ما يكون في عنا شمس مباشره، علما بانه في انواع كثير حلوه من الكاكتوس صارت موجوده، وصار في انواع هلا مثل ما رح نشوف كمان بالانواع يلي عنا مطعمه على غيرها، يعني بتشوفي كاكتوس مضلعه الطويلة على المدورة يلي هي على الراس، عم نشوف كتير اشياء هيك بالمشاتل، عم نشوف اشياء فيها الوان حتى
في بعض انواع الكاكتوس اللي هي بتزهر طبيعيا، هن كل الكاكتوس بيزهروا الوان الازهار حلوه كثير، وفي البعض منها يلي البوتور تبولا او النمو تبعها هو ملون. هون عم نشوف ازهار وعم نشوف الكاكتوس يلي هي لونها على بوردو مطعمه على الاخضر، مع كاكتوس ثاني الشوك تبعها لونه اصفر، بيقدر يكون الشوك لونه على محمر اكثر او على سيلفر على رصاصي، فانواع كثيره وبس تجمعيهم مع بعضهم بتشوفي انه فعلا فيها غنى، مع انه دائما الكاكتوس بتوحي لك انه نشيف وهيك مش خضر بس هي بس تيكون عندك مجموعة من الكاكتوس بتشوفي قديش هي فعلا نبتة غنية وبتقدر انه كتير تعطي شكل حلو، ان كان على مصغر مثل ما موجود عندنا بجنينة صغيرة او على اكبر كمان بجنينات كبيرة، ممكن يكون عندك زاوية كاملة تعمليها مكسيكان للاشخاص يعني عندهم جنينات كبيرة ومناطق بالجنينة معرضة للشمس كتير مع بعض الصخور او الرمل او البحص حتى نقدر نعمل زاوية فيها كاكتوس ونجيب انواع مختلفة بتضاريس مختلفة كمان، لانه بتشوفي اللي عريضة وقصيرة او يلي طويلة او يلي بتفرع او يلي لا، فمثل ما اقول الانواع هي كتيرة. كنت عم بقول انه السر الكاكتوس هو شغلتين، ما تكون كثير عم تشرب، والضوء كمان يلي هو كثير مهم. هلا الكاكتوس يلي بنجيبها لعنا على البيت لازم انه تاخذ ضوء منيح، اذا بتاخذ شمس بيكون عظيم، يعني مش انه لا ما نحطها بالشمس لا، بس عادة ما نحطها جوا نحن يعني، بس اذا حطيناها جوا قد ما فينا حد باب حد شباك صح، قد ما فينا انه تكون معرضه لضوء ضوء نهار بيكون كثير منيح، اذا بفوت الشمس على البيت كمان بيكون احسن واحسن. الاهم من هيك هو كيف نسقيها، نحن قادمين على فصل صيف، هلا بدنا نبلش نتكرم على الكاكتوس، بس شو يعني؟ مرة كل 10 ايام، مرة كل جمعتين، وعادة نقلل اكيد احسن ما انه نكتر كثير مي. في شغله بس انه في ايام بيبقوا معمولين بارانجمون وبيكون منه مفتوح من تحت، بس تيكون عندي هيدي الحاله بدنا نسقي كثير بكميات قليله، وساعتها فينا نسقي مره كل 10 ايام، يعني نقرب على بعض بس نسقي بكميات قليله، حتى اذا بنقدر بس نرش مي على التراب لحتى يترتب التراب بيكون كثير منيح، منا بحاجه اكثر من هي بحاجه انه هي تنرش؟ لا 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 بس التراب بس نرشه بسبراي لحتى ما تفوت المي وتكرج، يعني ما تضل المي مرقده تحت، يضل في عندي بس تراب رطيب حواليها، كاكتوس عندها قدره انه تسحب هالرطوبه هيدي وتخزنها بقلبها. اجمالا اكثريه انواع الكاكتوس بيحملوا 80% من الوزن تبعهم من تقلهم هو مي، مي اللي بس يصير في مي بالتراب بيسحبوها وبيخزنوها جواته، مش هيك نبتة ما بتعطش ابدا لانه المي اللي هن بحاجه لها موجوده بقلبهم بياخذوها على السريع بقلبهم. شغله ثانيه كمان دائما بنحكيها انه هالشوك يلي موجود على الكاكتوس هو بيحميها، بيحميها من امراض، بيحميها كمان من النشاف، فما نجرب انه نشيل، يعني في بعض الانواع اللي بتبقى ما كثير الشوك فيها كثير ما نشيلهم لانه بيلزموها للنبته لحتى مثل ما قلت يحميها، مثل يلي عم نشوفها هلا المضلعه الخضراء الشوك تبعها منه كثير، على كل حال الشوك تبعها مأذي، يعني حيلا كاكتوس لو كانت صغيره كثير مأذي كثير بيقدر يكون مأذي، فننتبه نحن وعم نتعامل معها، فينا نلبس كفوف اذا حبينا بس ما نشيل الشوك لانه بيلزمها لحتى يحميها من الجفاف ومن الامراض كمان، علما بانه الكاكتوس من النباتات يلي هي وارده على لائحه النازا، نباتات يلي هي ضد التلوث او يلي بتساعد على تخفيف التلوث، وهالمره عم نحكي عن تخفيف التلوث السمعي اكثر ما هو تلوث الجو. اوكي ليش؟ على صغره لو كانت هالكاكتوس صغيره او اذا كانت اكبر بعد اللي عندها اياهم هال
خطوط يلي عندها اياه هون مثل بكسروا الفايب بكسروا الموجات الصوتيه فبهالطريقه هيدي بخفف من التلوث السمعي. حتى كثير على البلكون مشان الزمانين ما بعرف قد ايه بدك كثير ببيروت كثير لحتى البلكون كله مشان هيك بيقولوا انه يلي بحط الكاكتوس عنده بالمكتب بتلاقيه زين بتلاقيه مرتاح اكثر لانه عم بخفف من الضجه يلي هي حواليه لو انه بتضلك تسمعي ضجه بس الفايبس يلي بتوصل بتكون اقل هيك حسب الدراسات ضروري هالشيء لازم انه نجربها. هلا في مرضين كثير مهمين بيجوا على الكاكتوس بدنا ننتبه لهم وعاده بيجوا وقتها بيصير في عندي شوب كثير مع رطوبه بالجو لانه الكاكتوس منا بحاجه لرطوبه بس يصير في عندي هيك ونحن بالصيف معرضين انه يكون هيك طقسنا ممكن يصير في عندي نمش قطني بنسميه او بسموه بعض الاشخاص من قطني هو بالحقيقه نمش قطني او كشني يلي بيصير فيه مثل قطن بين هالنتوءات تبع الكاكتوس بتحسي انه في مثل القطن عم بيربى بيناتهم وهيدا عادة لازم انه ينشيل بالقطنة يعني ما ضروري انه نرشها بدنا نشيل بقطنة مغطسة بسبيرتو مع زيت مثلا لحتى ينشيلوا وحدة وحدة عن الكاكتوس بهالطريقة هيدي اذا كان صار كثير بدون ما نشد حالنا صعبة هلا عم بتصعبيها كثير علي ننتبه ننتبه او مرض ثاني يلي هو أسوأ هو وقتها بيصير في عندي مثل سواد وهيدي كثير بتصير كمان بيصير كعب الكاكتوس لونه على مسود هو نوع من الفطريات كمان بيجي وقتها بيصير في عندي رطوبه زايده بقلب المي وساعتها لازم انه نعالج بدواء للفطريات بنسميها الامراض الكريبتوغاميك يعني اللي هي مجموعه من الفطريات بتكون موجوده بقلب الكاكتوس صارت لانه صار في عندي كمان كتره مي او كتره رطوبه بقلب التراب. التراب يلي بنزرع فيه كاكتوس اكيد لازم يكون تراب بيسرب كثير منيح المي يعني بس تنسقي نتاكد انه المي ما ضلت بقلب التراب ما ضل كثير رطب صار مرطب بدون ما يكون مبلل كثير وبالتالي بده يكون فيه كثير رمل ماده الرمل مع التورب يلي هو بيساعد انه كمان يكون فيه كثير بسام بقلب التربه وما يخلي المي ترقد بضل رطب بس ما بتخليها ترقد بقلب التربه كثير بيحطوا معه هيك مثل بحص صغير كمان مزبوط هذا كمان بيساعد الدريناج بيساعد انه تسريب المي يكون اهين بيقدر يكون هالبحص الصغير الابيض او حتى انواع من المواد المصنعه يلي هي الستيريوفوم مثلا الابيض يلي بيبقى على الادوات الكهربائيه بنقدر نفرطه وينحط بقلب التراب كمان بيساعد انه يفلش التراب انه قد ما في ما بيعبي مي ماتير انيرت يعني ما في ابدا ما بتتعاطى مع التراب منه تراب اكيد بس بيساعد انه يهوي التربه ويخليها تعمل تسريب للمي مثل ما لازم، فاذا شفتوا هالمواد بقلب التراب تبع الكاكتوس ما تستغربوا، هذا شيء كثير منيح، هون مزينين الكاكتوس بالموس بيعطي هيك كونتراست شوي لانه بتعرفي غادة انه الموس هي من النباتات او من الاعشاب يلي بتطلع بس بالمناطق يلي كثير بتشد فيها يلي هي نوعا ما فيها رطوبه ومنا مشوبه بينما الكاكتوس هو عم نحكي عن المكسيك الشوب الشمس اللي كثير قويه فهدول نبتين عاده بالطبيعه ما بيلتقوا فينا انه نلاقيهم بالاحواض تبعولنا بهالطريقه هيدي بس ننتبه ما نخلي المي يتجمع على الموس بس بدنا نسقي نشيل ونرجع نحطها عن جديد فيها شغل ميرسي لك من الاخر كل شيء حلو فيه شغل ايه طبعا ميرسي لك كندا مشاهدينا خليكم معنا بختام فقرتنا مع ارض ورد رح ناخذ بريك ونرجع نتابع فقرات